اللي ممكن يبسطك؟ ان اشوف بني ادم واعي وفاهم وكويس، لان الوعي ده اصله مش علم، ده اخلاق وحلاوه كده وروح. بعد ما لف وبعد ما دار، بعد ما هدى وبعد ما صار، نحن كاين شطغنة أصلا، يعني بنحب الأغنية، يعني بنحب نصنعها، بنعيشها بقلبنا بوجداننا. فيها حب وفيها عواطف، وكل واحد يختار الطريق اللي هو عايزه. ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى، لما بيغني بيبقى في حالة تانية، حالة تانية، بيحسسك بالكلام قوي فوق الطبيعي. منير على فكرة انسان حساس جدا 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 فوق ما تتخيل. لو طلم الكولا، لو قلت عنك في الغزل اولى، الجو الجمهور ده هو اللي بيخوفنا دايما، لان انا مغني رشحني الناس للاعلام مش العكس. وخلي بالك لما يغني، لو بص في وشك مش هيسيب وشك، لو انت بصيت في حته تانيه هيسيبك. جنوتك وسط الجمهور يهز قلب اللي انفرح، ربنا يرحم يوسف شاهين وهو ابويا، معلمني كتير وما كانش يستغنى عني ابدا. بقولنا اكشن، ما تخش يا منير، انت بتاني هزومه. اكسر يمين يمين تاني يا منير، هتخش في الحيطه. الحمد لله ان انا كنت حنجرته.